لأن هذه الرقية الشرعية أصلا شنو هي؟ هي لا تعدو أن تكون دعاء، لا تعدو أن تكون دعاء، يعني قرأ القرآن وقرأ الأدعية النبوية فقط. والناس الآن لما صارت هذه تجارة مربحة وتدر أموالا كثيرة على أصحابها، صار الناس يتنافسون في فتح المقرات، الصفحات يعني في الفيسبوك، الراقي فلان، الراقي الشرعي، الراقي المعتمد، معتمد يعني بحال عندهم شي شهادة دولية كتعطاهم هذاك الدكتور، وهذا راه معتمد. كله من استغفال الناس ومن الضحك على عقول الضعفاء البسطاء. وإلا المؤمن يرقي نفسه والمؤمن يرقيه أخوه. الرقية الشرعية، ضوابط وأحكام، يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الأنس الفضائية.